الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني أخواتي متتبعي قناة الإعلامية لتعلم المكتبيات. مرحبا بكم في درس من سلسلة دروس قناة الإعلامية لتعلم المكتبيات. درس اليوم غادي يكون هو لا كرياسيون دي طابلو. دونك قبل ما نبدا يعني ليكسبليكاسيون ديال لا كرياسيون دي طابلو، دونك هناك بعض الاقتراحات اللي جات من عند الإخوان والأخوات واللي هي على الشكل التالي. اولا كانت واحد المجموعه ديال الاخوان اللي كانوا كيطالبوا على اساس انهم باش نشرح لكم يعني لي كور يعني ديال القناه ديالي يعني على المباشر. غير هو اللي بغيت نقول لكم يعني راه كاينه هناك اكراهات يعني كثيره هي اللي كتستدعيني باش انه ما نقدرش يعني ما نشرحش لكم يعني هاد ما غاديش نشتغل على المباشر. دونك حنا دابا كيالله في الطور يعني ديال البدايه، ولكن ان شاء الله مستقبلا انا غادي نوعدكم على اساس نبدا نشتغل معكم بالطريقه اللي نتوما اللي بغيتو. كاضافه بالنسبه للانسان يعني ملي كيخدم واحد لا فيديو وكيدير له تريتمون ديال الصوت والصوره والمونتاج، دونك هادشي راه كيطلب بزاف ديال الوقت وكيطلب شويه الصبر وكيطلب تقنيات يعني باش الانسان يمونطي واحد لا فيديو ويلوحها على اليوتيوب. دونك هادي راه ماشي مساله اللي هي سهله، راه نتوما كيبان لكم لا فيديو عادي، ولكن راه بالنسبه لو تريتمون ديال هاد لا فيديو دونك راه كتقام بواحد الامور وكتاخذ بزاف ديال ديال ديال, ديال لو طون. غير هو دونك مستقبلا ان شاء الله يعني غادي نحاول يعني نطور وغادي ندخل واحد التقنيه اللي هي جديده ان شاء الله، وغادي نسجل لكم يعني لي فيديو يعني اون ديريكت. المساله الثانيه كانت هناك المطالبه بالنسبه لا كرياسيون ديال الطابلو. بزاف الناس يعني قال لك هما في امس الحاجه لا كرياسيون ديال الطابلو داخل الاداره، سي فغي. دونك لا كرياسيون ديال الطابلو فهي واحد الطريقه اللي هي مهمه ومهمه ثم مهمه جدا، كي خاص الانسان ضروري يعني يتبع معنا هذا الدرس هذا، وخاص حتى شي حاجه ما تفوتو. ولا كرياسيون اي لا ميزون فورم ديال لي طابلو دونك الي تري 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 امبورطون في لا في بروفيسيونيل. يعني راه ملي كنتكلموا على الوورد راه كنتكلموا على لو تريتمون دو تيكست بلس لا كرياسيون ديال طابلو. دونك اخواني اخواتي ابقوا معايا وتبعوا معايا، وانا غادي نحاول ما امكن نبسط الطريقه يعني ديال ليكسبليكاسيون ديالي باش كلشي يفهم، لان هذه هي الغايه وهذا هو الهدف ديالنا. كيخص يعني كلشي الا تبع القناه ديالنا كيخصو ملي غادي ياخذ واحد الدرس كيخصو يفهمو مزيان ويابليكي وتكون ان شاء الله النتيجه. اخواني اخواتي ابقوا معايا وما تقطعوش. دابا غادي نبداو ان شاء الله لابليكاسيون ديالنا اللي هي لا كرياسيون دي طابلو. Maintenant, on commence de faire la création du tableau dans Microsoft Word. Donc, pour créer un tableau dans Microsoft Word, on distingue trois méthodes. Maintenant, on va commencer par la méthode Lula ou Tchania, ou on va commencer par la méthode Tchalia. Donc, après, on va commencer par l'insertion, on clique sur le menu qui s'appelle Insertion. On va maintenant ici Tableau, ou on va le système qui affiche ici, la palette qui comprend des colonnes et des lignes. دونك هنايا ملي كنحدد العدد ديال لي لين يابخي كنهبط باش كنحدد العدد ديال لي كولون. باغ اكزومبل عندنا 5 ديال لي كولون زائد 4 ديال لي لين، كنضغط على هاد الطريقة هادي السيستم كيافيشي لينا لا كولون باردون طابلو ديالنا بهاد الطريقة وبهاد السهولة هادي. ميتنون إلا بغينا نديرو واحد لا ميزون فورم ديال الطابلو ديالنا، يعني بغينا نشونجيو يعني هاد لي ستيل هادو وبهاد لي تخي، كو سوسوا لي تخي دو لانتيريور أو بيان دو ليزيكستيريور، يعني هادو هما لي تخي. بغينا نشونجيو حتى لا كولور ديالهم، وبغينا نعطيو حتى لا كولور دو فون للطابلو ديالنا. دونك بروميييرمون كنسيليكسيوني الطابلو ديالي بهاد الطريقه هادي، وكنمشيو ايسي بورديور وكنضغطو بيان سور بورديور ايتخام. هنا ملي كنضغطو على بورديور ايتخام السيستم كيافيشينا هاد لا فونيتغ هادي، اول حاجه غادي نحيدو هاد لي بورديور دو ليكستيريور. ملي كنحيدوهم من بعد كنمشي كنختار لي بورديور لي بغيت باغ اكزومبل على هاد الشكل هذا، يابخي كنختارو واحد لا كولور ديال لي بورديور، يابخي هنايا لارجور ديال البورديور. هنا كانت عندنا 3 بوان غادي ناخدوها دو كار، ونبدا نكليكي ميتنون في لومبلاسمون ديال لي بورديور اونسيان، ابخي جو في اوكي. لا ميم شوز كنعاود ندير لا سيليكسيون ديال الطابلو ديالي، وغادي نمشي بنفس الطريقة بورديور بورديور إتخام، وغادي نمشيو ميتنون وغادي ناخدو أن أوتخو ستيل يعني على هاد الشكل هذا باغ اكزومبل، وغادي نجي هنايا غادي ناخدو واحد ليبيسور ان دومي، وهنايا لا كولور ديال هاديك لو ستيل. يابخي كنمشي هنايا كنضغط على انتيريور. دونك هنا ملي كنضغطو على انتيريور بيان سور السيستم كيعطينا هاد الشكل هذا اوكي.
les intérieurs maintenant. Maintenant, nous voulons ajouter un trame de fond. Mais quand on dit un trame de fond, il y a la couleur de la cellule. Les ishara, ce sont les colonnes, ce sont les lignes, ou ce sont les cellules. Voilà, maintenant, on va sélectionner la ligne. On va mettre maintenant une trame de fond, on va donner la couleur de fond à la cellule. Voilà maintenant à la création du tableau ديالي على هذه الطريقه هذه لاحظوا معايا هنا ملي كنكليكي على الطابلو ديالي كطلع لي هنا كرياسيون ديسبوزيسيون هادو هاد كرياسيون ديسبوزيسيون هادو يعني مهمين بزاف هاد جوج ديال لي كوموند وبيا هاد جوج ديال لي موني ف لا كرياسيون ديال الطابلو ديالي كنضغط على برا كيتحيدو ميتنو غادي نجي لهنايا غادي نحط كيرسور ديالي غنطابي ا هنا غنطابي ميتنو بي هنا ميتنو غنطابي سي هنا maintenant on tape D ou هنايا E. Maintenant, comment on peut ajouter les colonnes et les lignes et comment on doit aussi supprimer les colonnes et les lignes. Maintenant, bridge ma bin C ou B, نضيف واحد la colonne. Que ce soit حطيتي الكيرسور في B, que ce soit حطيتي في C, il n'y a pas de souci. Donc, par exemple, on distingue. حطيتي الكيرسور في B. غادي نمشي maintenant هنايا وغادي نقول لي انسيري ا دروات ملي كنقول لي انسيري ا دروات يعني قدام الكيرسور يعني كيعطيني واحد قدام بي فوالا ما بين ا او بي غنحطو الكيرسور في بي غادي نقول ليه maintenant في هذه الحاله ا غوش باش يجيني وسط ا اي بي maintenant الا بغينا ناجوتيو واحد لا لين واحد لا لين فوق من ا بي سي دي بيان سور كنمشي كنقول لي انسيري او ديسو بغينا تحت من ا بيان سور اون ديسو إلا بغينا maintenant نسيبريميو هاد لي لين اي لي كولون كنسيليكسيوني او بيان غير كنحط كيرسور على هاد الشكل هذا في لا لين ديالي وكنمشي سيبريمي ايسي وكنقول ليه لين كنحط كيرسور ديالي maintenant هنايا كنقول ليه سيبريمي لين لا ميم شوز كنحط كيرسور ديالي في لا كولون كو جو دو سيبريمي سيبريمي كولون ايسي سيبريمي كولون Maintenant, nous voulons fusionner. Qu'est-ce que fusionner? Ça veut dire mettre un ensemble de cellules en une. يعني ملي كنسيليكسيوني هاد الخمسة ديال لي سيلول ملي كنقول ليه هنايا فيزيوني يعني كيمزجهم سيستيم كتولي عندي ان سول لين. Maintenant, nous voulons fractionner هاد لا لين هادي en deux. ملي كنقولوا فراكسيوني هي العكس ديال فيزيوني يعني السيستيم غيقسم لينا هاد لا لين en deux. Maintenant, كنمشي كنقول فراكسيوني سيلول Et après, le système qui est de la fenêtre, il y a un nombre de colonnes 2. Voilà, donc on a 2. Et le nombre de lignes, il y a 1. Que ce soit 2, que ce soit 3, libre. Maintenant, on va dire 2, parce qu'on a la ligne, yani, en 2 colonnes, ok. Et donc, on a une cellule, on a une cellule. Maintenant, on va sélectionner ou on va dire un trame de fond pour vous montrer le fait entre la cellule Lola. Donc, pardon, on va sélectionner la cellule de Kamla. Yani, la tariqa hadi. Donc, un trame de fond, par exemple. On a la même chose, on va sélectionner la tariqa ou on va prendre un autre trame de fond. Voilà. Donc, c'est la tariqa pour faire fusionner et فراكسيوني في الاخير ملي كنساليو ملي كنصايبو واحد لا ميزون فورم ديالنا دونك بيان سور هنايا غادي نجي غادي نكتب باغ اكزومبل واحد لو نو كي سابيل احمد بيان سور هنايا عندنا لي زالينيومون دونك كيسكو الينيومون دونك هنا كنمشيو كنكليكيو على ديسبوزيسيون وهنا عندنا لي زالينيومون دونك عندنا هاد احمد هادي اما نديروها في لو سونتر هنا كانت عندنا في الكوان سيبيريور غوش كوان سيبيريور دروات هنايا دونك centré ici par rapport ici au centre gauche au centre droit هنايا voilà هادو كلهم سو سون دي زالينيومون دونك هنا غادي ناخذوها au centre par exemple عندنا l'orientation qu'est-ce que orientation دونك هنايا السيستم كيحاول يعني ما امكن كيصايب ليا واحد l'orientation ديال هذيك الكلمه يعني على هذه الطريقه هذه دونك كيرجع par exemple vertical دونك هنايا on distingue ملي كنصيبو لا ميزون فورم توتال ديالنا الا بغينا نابليكي واحد الفورما اوتوماتيك بيان سور كنجي كنسيليكسيوني الطابلو ديالي وكنرجع هنا للكرياسيون وكنمشيو ماتنو لهنايا وكنختارو واحد الفورما كي سابيل اوتوماتيك على هذا الشكل هذا فوالا السيستم كيعطيني الطريقه ديال ستيل ديال الطابلو على هذا الشكل هذا دونك ماتنو غادي نمشيو للطريقه الثانيه الطريقه الثانيه لا ميم شوز غنمشيو للانسيرسيون وغادي نمشيو ماتنو لهنايا غنقول لي انسيري ان طابلو
السيستم اللي كنقولي انسيري ان طابلو هنا كيحدد ليا العدد ديال لي كولون والعدد ديال لي لين. كي نجي باغ اكزومبل نقولي 4 في 4 باغ اكزومبل على هذا الشكل هذا. دونك هنايا كنطابيو اوكي فوالا السيستم كيعطيني لا طابلو ديالي. وبنفس الطريقه كيف ما خدمنا لا كرياسيون دي طابلو ديالنا ولا ميزون فورم يعني ديال الطابلو رقم 1 دونك هو اللي كنابليكي ميتنو على طابلو ديال رقم 2 فوالا. دونك هنايا كيف ما قلنا كنمشيو هنايا كنختاروا يعني من بعد ملي كندير لا سيليكسيون ديال الطابلو ديالي بيان سور كنمشيو هنايا بورديور بورديور اتخام بيان سور هنايا كنبدا كنحيد في هاد لي في لي زيكستيريور يا ابري كناخذوا هاد الستيل هذا هنا غادي ناخذوا لي بيسور ديالو والكولور ديالو على هذه الطريقه هذه وكنكليكيو ميتنا هنايا وهنايا 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 وكندير اوكي. دونك ميتنا غادي نشوفوا الطريقه الثالثه بور فير لا كرياسيون دي طابلو. كنمشيو كنديروا انسيرسيون كنمشيو كناخذوا ديسيني ان طابلو. دونك هنا ملي كناخذوا ديسيني ان طابلو سيستم كي عطيني الكريون فوالا ميتنا جو ديسين لي لين على هذه الطريقه هذه. لاحظوا معايا ميتنو الكيرسور سا دوفياندغا دونك سو فورم دان كريون. دونك هنا كنمشيو كنختارو ستيل دو بورديور بوغ تخاسي لي كولون لا ميم شوز ايسي. دونك غادي نشونجي لو ستيل بوغ كونتينيي لو تراساج ديال لي ديال لي تري كي سون دو ليكستيريور بهاد الطريقة هادي. دونك سيت اون ميثود تري فاسيل. ميتنو les intérieurs باش نكمل لو تراساج ديال الطابلو على هذه الطريقه. هنا nous avons la gomme c'est pour effacer certains traits qui ne sont pas justes على الطريقه. دونك جو كليك à l'extérieur باش نحيدو هذيك la gomme كنكليكي maintenant à l'intérieur. دونك disposition création كطلع ليا. هنا nous avons les alignements ديال لي دوني du tableau ديالي. هنا l'orientation du texte dans le tableau. Voilà maintenant pour aligner un tableau. Comme je suis la propriété centré, OK. Donc, notre centre, voilà. La même chose pour deuxième tableau, propriété centré pour mettre le tableau au centre. Maintenant, nous avons aussi la suppression du tableau. Comme je suis droit à supprimer le tableau, sélectionner, supprimer le tableau. Et sélectionner, supprimer le tableau. Voilà, donc, هنايا لاحظوا معايا حنا كناخذوا طريقه واحده من هاد لي 3 ميثود وهذه كرياسيون ديسبوزيسيون وبها دي زوبسيون كلهم يعني كيبقاو دائما معايا يعني كنخدم بهم يعني لا كرياسيون دي طابلو يعني كل سورتي لا ميثود الاولى وبيا الثانيه وبيا تاتا. دونك سي لا ميم شوز. فوالا ميتنو هادي هي لا كرياسيون دي طابلو.